بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم درنا فطور جماعي لجمعية مرض السيلياك أم أمجد في قسنطينة. نتشكر كل الضيوف اللي جاونا. فطور درناه جماعي عائلي. ونتمنى نتشكر كل الضيوف اللي جاونا. فطور درناه جماعي عائلي. ونتمنى الشفاء لكل مريض. يوم خاص جدا لأول مرة في الجزائر وحتى في الوطن العربي، ويعني ونادرا يعني في العالم تحدث أنه يكون فطور جماعي لمرضى السيلياك بدون غلوتين. أنا لهنا يعني سعيدة جدا، أنا اليوم سعيدة جدا أني قدرت نلم هذه الشريحة ونسعدها، يعني ومش أنا فقط، يعني أنا مجموعة كثيرة من جنود الخفاء اللي ساهمت في هذا العمل الخيري وساهمت في هذا إدخال الفرحة في هذه الفئة مرضى السيلياك. مرحبا بكم. بسم الله، السلام عليكم، صحة فطوركم. الحمد لله، اليوم عرضتنا جمعية تاع مرضى السيلياك تاع قسنطينة السيدة أم أمجد، ورانا عرضونا اليوم، الله يبارك ما شاء الله، ويسمى أول مبادرة في الوطن هذه تاع إفطار جماعي تاع مرضى السيلياك، والحمد لله بارك الله بهم وربي يجازيهم.